السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الجزء الثاني من الكورس. هنتناول فيه إن شاء الله الأسانسير اللي هو بيبدأ يرص البليتات الخشب اللي عليها الطوب فوق بعضها، ده تسهيلا وبيساعد في تقليل عدد العمال وبيسهل لرص الطوب إن هو ما بياخدش مساحة كبيرة من المصنع، زي ما احنا عارفين إن أعداد الطوب في المصانع بتبقى كبيرة. ده شكل الأسانسير اللي احنا عايزين نعملوه. هو بيتكون بكل بساطة من جنزير، ماشي، عليه موتور بيحرك الخشب يمين وشمال، في جنزير تاني بيرفع بليتات الخشب لفوق وتحت زي ما احنا شايفين. بليتة الخشب بتخش كده، بنشغله الجنزير اللي في النص يرفع بليتة الخشب، بعد كده الموتور اللي ورا يشتغل، بعد كده بيبقى فيه ليميت سويتش ينزل بليتات الخشب، أول ما بيجي عند الليميت سويتش بيقع، وهكذا. ده إن شاء الله اللي احنا هنرسمه في الجزء الجاي. هنبدأ نرسم الشاسيه، بعد كده العجل اللي هيمشي عليه، بعد كده العمود ده هنضيفه طبعا بعض التعديلات، مش هناخده هو يعني. مثلا العمود ده هنخليه عمودين عشان اتزان البيت وهي طالعة، هنشرح طبعا أثناء احنا ما بنرسم فكرة العمل والتنفيذ. دلوقتي هنبدأ نعمل سكتش طار طب بلين. دلوقتي هبدأ أرسم الجزء العلوي اللي بيتثبت فيه الموتور، أختار المربع، أبدأ أحدد أبعاده ليكون 110 في 1.5 متر، طبعا 110 متر، 110 سنتي يعني. بعد كده هبدأ أرسم الشاسيه مربع 10 في 10، هختار من قائمة insert weldment، بعد كده see structure، بعد كده هبدأ أختار البروفايل من الطيب، هبدأ اختار مربع 10 في 10. طبعا ممكن مثلا لو ما لقيتش مربع 10 في 10 اختار 5 في 5 او 15 في 15 واعدله. هنشوفه ازاي بنعدله. هنا هنبدأ نتحكم في الابعاد الخارجية. دلوقتي المربع اللي احنا رسمناه بالشاسيه ده مش هيديني 1.5 متر في 1.10 متر، فانا عايز اخليه 1.5 متر في 1.10 متر. ازاي؟ من امر لوكيت بروفايل من نفس الاستراكشر ممبر. احنا لو بصينا على الشمال كده هنلاقي في اخر القائمه لوكيت بروفايل، بعد كده مجرد ان انا اختار النقطه اللي بيبدا عنها هيجيبها لي على طول، هيخلي لي زي ما احنا شايفين الشاسيه من بره 1.5 متر في 1.10 متر. دلوقتي هنبدا ده المربع ده اللي احنا بنستخدمه 15 سنتي في 15 سنتي، احنا عايزينه 10 سنتي. هبدأ بس أقف على الشاسيه كله وأغير كده. احنا عندنا أول بارت اللي هو فوق خالص اللي هو هيتثبت فيه المواتير، خاصة الموتور بتاع الجنزير في النص اللي هو بيرفع بليتات الخشب لفوق ولتحت. طبعا وانت بتنفذ ده أهم حاجة الصليبة بتاعته، معنى الصليبة اللي انت بتقيس القطر بتاعه، قطر هنا وقطر هنا، ولازم يكونوا متساويين. معنى عدم تساويهم ان هو على شكل متوازي مستطيلات. متوازي مستطيلات لما بنبدا اثبت عليه جنزير او حاجه ببدا الاقي مشاكل
لان الجنزير بيقع، عشان كده الشاسيه لازم يكون مربع مربع، نتاكد انه مربع ان ناخد الصليبه بتاعته. دي امور بسيطه يعني التنفيذ. بعد كده هبدا ارسم الجوانب. اختار لاين من insert sketch guide، حدد مثلا تكون متر ونص، بعد كده هبدأ اخد الخط اللي فوق، حدد أبعاده اللي هو غالبا بيكون ارتفاع المكنة اللي عندي، حدد من هنا لهنا الدايمنشن سمارت دايمنشن هنا لهنا تكون 145 145 أو متر ونص. بعد كده هبدأ أرسم القوايم اللي هتشيل المكنة، وهي مربع برضو 10، أحدد أبعاده أول حاجة، أظبط ده في النص بالظبط عشان ما يكونش جاي يمين وشمال، ان انا اختار النقطة هنا والنقطة هنا واعمل بينهم ريليشن شيب. هبدأ احدد الابعاد عشان لما اغير بعد الابعاد كلها ما تتغيرش، دي ميزة ان انا لازم احدد الابعاد كلها. بعد كده الخط ده اللي هيتعمل عليه الكاميرا اللي في النص، اللي هي هتمسك العمدان ببعض، كده من insert اختار weldment هي structure member square tube مربع DMC. دي ام سي ده انا رسمه قبل كده، بعد كده لوكيت بروفايل عشان اختار النقطة دي عشان اخلي المربع يبدأ من الخط، عشان وانا بنرسم الدروينج شيت يبقى الابعاد عندي بالظبط ما فيهاش فيها، ما احتاجش ان انا اخصم واحسب واتعب نفسي. كده هنعمل ستراكشر ممبر تاني، ستراكشر ممبر تاني، لا مش هيبقى الخط في النص، هعمل اوكي وهعمل كمان امر انسيرت. بس قبل ما اعمل الامر ده، احنا لو لاحظنا المربع في نص الخط هحلها ازاي ديت من لوكيت بروفايل، واختار النقطة القريبة دي عشان المربع يبدأ منها، لوكيت بروفايل ده زي ما احنا قلنا ان هو ده القايم اللي هيمسك الاتنين ببعض، مسحتهم عشان نعملهم من تاني عشان تديني الابعاد من بره بره سليمة. هختار structure member ذكر، هنعمل locate profile، اختار ابعد نقطة كده، اعمل mirror بلين رايت بلين، وبعديها هختار السلكشن بس. وانا بعمل القايم اللي في النص بلاحظ ان انا عايز احطه مثلا في القيمة اللي انا لو غيرت الابعاد يتغير معايا، ما اضطرش ان انا اعمله تاني. ان انا بنغير المربع نخليه 10، هغير ده بالتأكيد من 15 لـ10، بعد كده هرسم خط تاني بس في ريليشن شيب بينه وبين العمدان دي،
كيتش على السيرفيس في العمود، بعد كده بلين هختار الخط ده، مجرد ان انا ما بقف عنده خلاص يبقى هو عرف من اول نقطة في الخط ده عند بداية العمود واخد نقطة. فانا لما بغير الابعاد وبزود العرض 10 سنتي 20 سنتي 30 سنتي هو هيتغير معايا لوحده. دي الميزة عن الأول. سيرت ستراكشر بعد كده هعمل لوكيت بروفايل، هختار النقطة دي كده هو بدأ، وبعد كده هغير الأبعاد إن أنا حاف اتكي عليه، هيظهر لي الأبعاد هغيرها من 15 لـ10 بعد كده هبدأ أعمل أسيمبلي بين الجزء الأولاني والجزء التاني بعد ما سايب طبعا البارت ده. والفكرة إن أنا عملتهم جزئين مش جزء واحد، عشان واحنا بننفذوا الحاجات ديت احنا بنكونوا عايزين نعملوها فك ورباط عشان في الشحن ما تاخدش حجم كبير. دي بتسهل لنا عملية الشحن. ده الجزء الاولاني، بعد كده هختار الجزء الثاني ننسرت كومبوننت، هعمل روتيت من عند على محور واي كده بالظبط، بعد كده هعمل المات سطح، السطح ده بيقابل السطح ده كونسنتريك ومن فوق كده، فاضل اتجاه واحد اللي هو الاتجاه اللي على الشمال ده، السيرفس اللي على الشمال. ايوه بالظبط. بعد كده هبدأ اعمل ميرور. ميرور هيتعمل بنفس المات بلين، بعد كده هختار ببدأ أدور على البلين، لو مش موجود طبعا بعمل له تاني كده، هعمل الميرور ببدأ أرجع على الرسمة شوف فيها ناقصة في حاجة متشفتة. بعد كده هبدأ أرسم عمود الإسطمبة، زي ما احنا عارفين ده جزء مهم في الطلوع والنزول، والعمود ده بيتعمل أساسا بنجيبه عمود ترميسيون بيسموه حديد أبيض، ده بنقطعه وبنشوف مثلا احنا عايزين قطر كام، بناخده على المخرطة نساوي النهايات بتاعته بعد القطر وبيركب. عمود الترميسيون هو بيتميز ان هو مفهوش تعريج على السطح، فنقدر نحط عليه جلبة وتطلع وتنزل زي البستن او تبقى مشابهة لأبعاد البستن، ما بيبقاش فيها خلوص يدي ميل عندي في الطلوع والنزول فبيبقى فيه صعوبة كده، ان هو مع الشحم بيبقى سهل في الحركة كده. انا عملت عمود الاسطمبة اللي احنا شفناه في اول الفيديو، وعلى فكرة نفس نوعية العمود اللي احنا استخدمناه في خط انتاج الطوب، استخدم عمود 45 ملي عشان ما يبقاش فيه باكلينج وما يتناش، عشان العمود ده لو اتنى تبقى فيه مشكلة يعني.